You're going to skip the ملعب. عربي عربي عربي. ما أنا ذكرت. وين احنا هسه؟ احنا في كافيتيريا ندى. شو نسوي هون؟ كنا بناكل. ناكل ايش؟ الشارع للمبنى بايش صح؟ يس احنا رايحين على بي اتش. يا يلا هنا مكان الاداب كلية الاداب. واو صحة كلية الاداب. مكان تشوف كراش صح؟ عندك كراش؟ لا مش هون الكراش. بس كيف الجو هسه؟ الجو لطيف اليوم. برد برد مش برد جد. بس في شمس صح؟ في شمس وفي هواء بارد. برد عشان انت مش تلبس مش لابس جاكيت. مش لابس تلعب. لابس تلعب. حيني جاي. هون من الامير حسين للمتين. في حفلة؟ في حفلة تخرج هنا؟ مش هنا برا الجامعة. سو هسه بدي بفوت لل بي اتش. سو بي اتش هاي مبنى جديد صح؟ بي اتش يا مبنى جديد صح؟ شو في هون؟ شو نسوي هون؟ هاي جايز. حدا عشوائي جدا. هون باخذ المحاضرات الحرة والإجباري. وطلاب الطب. صحيح. طيب طلاب الطب كثير هون؟ ليش هون؟ ليش؟ لأنه عددهم كبير. الكلية لا تكفي لهم. أوكي. سو أنا ممكن أشوف كراش عندك. لا بس بمزح بس. أوكي بعدين يلا. وين؟ أوكي. كل شيء أولا. يلا. وين نروح؟ للشريعة. للشريعة. شو بس بشوف في دوار. ايش شو اسمه دوار؟ دوار الحجاوي اسمه مش دوار الشريعة. دوار حجاوي. لا احنا بنحكي له دوار الشريعة. دوار الشريعة او دوار حجاوي؟ دوار الشريعة بس we provoke them so دوار الشريعة. دوار حجاوي. عربي. عربي. كله عربي. كلية الاقتصاد والطب. هاي بس الكوستيل. بس بشوفك في كلية بس الكوستيل اقتصاد هنا. هو بوفر لنا باصات الجامعة لكلية الاقتصاد والطب. انه باخذ وقت كتير طويل لحتى نمشي هناك للكلية.
إشي كثير شكرا للجامعة طبعا لأنها وفرت لنا باصات. أوكي فا يب لازم يعني تركب الكوستي في هنا عشان بعيد. عشان بعيد بعد الجس. يس هاي كل إشي يا يلا. So هسا احنا وين احنا هسا؟ عند الشريعة. كلية الشريعة. اوكي انا اول مرة برجع. انت جاي اول مرة؟ اول مرة. لا ثاني مرة. اجينا مرة انا كثير مرات بس يعني في محاضرة برا بس. ما في محاضرة هون عشان انا تغسل لغة عربية مش شريعة. اوكي فنون؟ يلا كلها فنون. يلا يلا. سيارة في مرة فصل إعلاني آخر نتأمل جمالنا. يلا هسا بدي نروح للكلية فنون مع صاحبتي توكا ولين. هاي إسعاف يعني أكيد في حدا مغيب ف مين مرض؟ واو this is style. عربي لغة عربي يعني كلها أنا نسيت نحكي عربي كله. لبسك حلو. لبستك؟ لبستك مين؟ أنت. يسلموا أنت أحلى. مفتوح عادي؟ هناك في ضفادع. كان في ضفادع. تحبي ضفادع؟ نو عندي دفادع حلوين. لا في غرفة مش دفادع حقيقي يعني ايش اسمه دول شي دول العربي. لا بلا. هسا احنا اهلا وسهلا فيك متحف التاريخ الطبيعي الاردني اسس 1981 ومن هذيك اللحظة جواته عبارة عن اسلاك ومنضيف قطن وخيش حتى ياخذ وضعيته. بعد ما ياخذ وضعيته بنخيطه ونعرضه هون. الهدفنا في هذا المتحف انه نحكي انه البيئه الاردنيه كانت زاخره جدا فلذلك مهم جدا انه نحافظ عليها لانه نشوف كثير من كان حي قاعد تنقرض. هي حقيقي ولا هذه حقيقيه؟ نعم حقيقيه. نحضرها من الغابات كصيد. زمان كان في الماضي كان يسمح في الصيد حاليا لا يسمح في الصيد لذلك تأتينا من المحميات الطبيعية. المحميات عندنا 3 محميات طبيعية في الأردن أو 10 كبيرات لكن 3 مهمات. هل في حيوانات في حديقة المأوى في جرش؟ حديقة المأوى كان فيها دب باكستاني من باكستان عندما طلبنا انه يحضروها لنا ان شاء الله يحضروها لنا. عندما يحضر لنا نتخلص من الجزء الداخلي اللحم والعظم نخرجه خارجا وبالداخل يصبح عندنا قطن فقط. قطن فقط. فعندنا محمية المأوى محمية الغزلان في دبين عندنا محمية الشومري هي في الصحراء في عندنا ايضا محميات اخرى 10 محميات موجوده في الاردن. اهلا وسهلا فيكم. حلو التصوير كامل تمام. في هذه القاعه الداخليه وقاعه الجيولوجيا في ظل معلومه واحده اللي هو هذا نسميه هذا المعلومه الجديده اللي هو العصفور ابو الدينار. هذا العصفور الموجود على الدينار هو الطائر الوردي السينائي الطائر الوطني الأردني موجود. ليش؟ لأنه لونه وردي والبتراء وردية وهو يوجد في البتراء فأخذت لونها من لون البتراء. لنرجريد عصفور شو اسمه؟ عصفور وردي. عصفور وردي سينائي. هذا الدلق. الدلق هو نوع من أنواع القطيات ويوجد في جامعة اليرموك. انت تعيشي في جامعه اليرموك؟ بالليل يظهر فديري بالك في الليل. مؤذي للحيوانات لا لكن الانسان لا يؤذي الانسان لكنه سلطه على القطط. بدخل مرات داخل المتحف فيوم من الايام لقينا مفتوح شوي الزجاج فدخل ايده وقضى على طائر فكروا انه ممكن انه يؤكل فقضى على الطائر فلذلك قررنا نعمل عبرة لمن لا يعتبر. رحنا جبنا قفص من بيت الحيوان وحطينا فيه سردين حار ما اجاش
بعد اسبوع بدلنا بسردين حلو، اجا وهجم عليه وسكر عليه القفص. لكنه برضه عنده صفه انه بحب يكون حر، فلذلك بعد يومين اجينا اللي هو الخميس للاحد اجينا لقينا ميت داخل القفص، لانه ممكن يكون عايش بس ما بعيشش لانه انقهر. اوكي ما له بالليل دي ماكو بالليل. ايوه اهلا وسهلا فيكم، الله يعطيك العافيه. هاي جايز، جولة سريعة في المتحف. ايش اسمه؟ متحف الحيوانات الوطني. جايز جوراسي لا هم مش ديناصور. ناقة. هاي ديناصور. جمال. مش ديناصور. هاي جمال. هاي جمال. هاي جمال. جمال. هذا جمال العملاق. جمال. والله أول مرة. جمال جميل. جمال جميل. أوكي. هاي نعامة. هاي شو؟ أوريكس. نعامة. هاي كلمة من نعامة. نعامة. يا نعامة. يا نعامة. آه سلاحف. أنا بحب السلاحف. أكثر حيوان بتحبه؟ القطة. أنتي؟ بسس. بسس. قطة. قطة. ما فيش قطة هون. ما في قطة. شو هاي؟ المحطة البحرية. مين هاي؟ عمتو. شو شوف عمتي. حية. شوفوا ما أحلى. هاي عمتي الشقرة. حية. بيلي عمي. حية. أوه. إحنا فرجينا. لا. أكثر حيوانات بتحبيها يا سوفيا؟ أنا؟ يا. هاي. فراشة. 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 فراشة هاي. عشان فراش. حلو زين. ثقة في النفس. حلو الصف. أسحاك. أخوي تزغنطات. بعدين. يا. بعدين تحرك. سحبتك. قسم الأحجار الوطنية. ما عندي أي فكرة عنهم بس رح نتفرج. هذا العجلان. في أحجار. وين إحنا؟ وين صار؟ وين تروح؟ وين نروح؟ كويس الفنون. أوكي يلا كلها فنون. أوكي هسا إحنا نروح للكلية فنون. بتجاني كلية الآداب. بصير بفوق من هون للكلية الآداب كمان. وين؟ فاصل إعلاني. فاصل إعلاني. نروح على الشجرة اللطيفة الكيوت. هاي مكان كتير حلوة. يس. هاي مكان كتير. أرنو بعد. عربي. صدقني لو اعرف اقول لك مين. صدقني لو اعرف هقول لك. لو اعرف هقول لك ميمز. مصري. بسينما مصريه. ياه. هي ممكن تصير حلوه. تقور دتها. احنا الان بكلية الفنون. شوفي هون في رسم وموسيقى. موسيقى، دراما، تمثيل.
كمان الثقة أنا دائما يعني بفوت هون لكلية الآداب عشان يعني محاضرة جانب بجانب قريب قريب أول مرة أنا بشوف البيانو هون بس ما بعرف من وين في بيانو يلا ننزل في موجود بيانو هون أكيد في لازم نجرب نعزف على البيانو لازم انا لازم العبيان كلنا نهبد زين يا انت بتصير تلعبين ممكن العب شوي بس انا نسيتها يعني هي نوتي ما فيها